السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا صديقتي لو منشاك معكم فطائر ديال الكوكياج اللي كيجيو اكثر من رائعين بعجين اللي جد سهل وبسيط بحشوه اللي بسيطه في نفس الوقت لذيذه. فكنتمنى صديقتي ان الفكره ديال اليوم تعجبكم وتكملوا معايا الفيديو حتى الاخر. فغادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ واحد البصله اللي كيكون الحجم ديالها كبير، غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت المائده وغادي نخليها تشحر. فكما لاحظتوا معايا البصله قطعتها رقيقه، غادي نحركها واحد شويه هكا. من بعد غادي نضيف عليها فلفله حمراء وفلفله خضراء، غادي نخلي هاد الفلفله تزيد تشحر مع ديك البصيله وايضا الفلافل بالدور ديالهم نقطعهم رقيقين. من بعد ما كتنزل لينا وتشحر لينا الفلفله كنضيف خيزو والقرعه، فاستعملت خيزويه كبيره وجوج ديال القرعات لان الحجم ديالهم كان صغير، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، الخرقوم، التحميره، الكمون، وغادي نضيف ايضا زيت الزيتون. غادي نحرك الكل. فكما ذكرت معكم حشوه جد اقتصاديه وصحيه. غادي نضيف شويه ديال الهريسه والقزبر والمعدنوس تقريبا واحد جوج معالق كبار. غادي نخلط الكل، غادي نضيف ثومه بودره غادي نخليها حتى الاخير وغادي نضيفها. ما كانش متوفره عندكم فيمكن لكم تضيفوا فص ديال الثومه في الاول. غادي نضيف الفرماج، ثلاثه ديال القطع ديال الفرماج، يمكن لكم حتى الاكثر. ثلاثه ديال القطع كيجيو الصراحه كافيين وكتجي هاد الحشوه معلكه ورائعه بزاف. غادي نضيف ايضا الزيتون اللي كيكون مقطع. فهاد الاثناء راني كنكون طفيت على البوطه، وغادي نضيف ايضا العلبه ديال الطون. فهاد المرحله ديال الفرماج والزيتون والطون فكنكون طفينا على البوطه باش هكا داك الفرماج كيدوب غير في داك الصا ديال الحشوه وكيعطينا واحد الشكل اللي كيكون كريمي، ما خليوش العافيه شاعله كيسيح داك الفرماج اكثر من اللازم. فغير في ديك الحراره كنضيفوا الزيتون والطون والفرماج. فهاد الحشوه ما غاديش تشبعوا منها، كتجي بنينه. فهنا دقتها وجاتني خصها واحد شويه ديال الحار، فالصراحه كتجي بنينه وهي فيها واحد شويه ديال الحار يكون شويه زايد. انا غادي ندوز للعجين. خديت تقريبا 350 غرام ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز، زدت عليها معلقه صغيره ديال السكر سنيده وخليتها هكا كتفاعل. وغادي نضيف الزيت تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الزيت، والملحه درتها على جنب. هنا من بعد ما تفاعلت ليا ديك الخميره مع داك السكر سنيده غادي نخلطها مع ديك الزويته مع ديك المليحه، كنخلط كل شيء وغادي نبقى نضيف الماء اللي كيكون دافي. فبالنسبه لهاد العجين ما كيحتاجش اننا ندلكوه نهبطوه في سطح العمل وندلكوه، فكيكفي اننا ندلكوه غير واحد شويه هكا في وسط هاد الاناء وغادي نخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو. فكما ذكرت معكم الطريقه جد سهله وبسيطه، ما كتاخذش نهائيا لا مجهود ولا وقت. هنا من بعد ما تضاعف الحجم ديال العجين غادي ننزلو وغادي نشكل منه كويرات. فبالنسبه للحجم ديال الكويره نتوما كتحكموا فيها بغيتوا فطائر كبار او صغار. كناخذ الكويره، فانا راه بديت تنشكل، راه شكلت وحدين في اللاطا، دائما كنبداو باول وحده. فانا هنا خديت الكويره ورققتها مزيان، دائما نديرو سطح العمل نديرو فيه الدقيق لان العجين ديالنا خفيف، وبالمساعده ايضا حتى ديال الدقيق كنبقاو كنرققوه. فكما غادي تلاحظوا معايا عطيت واحد السمك رقيق لانه فيه الخميره ومازال غينتفخ، فما بغيتش العجينه تكون اكثر من الحشوه. كناخذ جراره او قطعه البيتزا او موس وكنقطع النصف ديال الدائره كلها كاشريطه، وغناخذ النصف الاخر وغادي نغطي دوك الاشريطه، وغادي ناخذ الحشوه وغادي نديرها في الوسط ديال هاد نصف دائره وغادي نجمع عليها هاد نصف دائره. فقبل خصني ندهن بالماء هاد الاطراف باش كيتبت عليا هاد العجين اللي كنردو هكا. طريقه بسيطه في الصوره كتوضح نفسها. غادي ناخذ ايضا الجراره وغادي نقطع ديك الحاشيه التحتانيه باش كتقاد ليا وكيجي الشكل ديال الفطيره مقاد وزوين بزاف. فكيجي هذا الشكل ديال الكوكياج كيجي اكثر من رائع. فكما لاحظتوا راه فايت لي خدمت وحدين قبل. غادي ناخذ الدائره الاخرى وغادي نسرحها دائما بالاستعانه ديال الدقيق. فكما ذكرت معكم انا كنرققو بهذا السمك اللي كتلاحظوا معايا وكينتفخ وكيجي هو هذاك باش ما كتجيش ديك العجينه اكثر من الحشوه.
بعد ما كنرققوا بالقياس كل واحد القياس اللي كيبغي، غادي ناخذ الجراره وغادي نقطع نصف ديال الدائره اشرطه على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا، وكنتاكد بان دوك الاشرطه مفرقين على بعضياتهم. كناخذ النصف الاخر ديال الدائره وكنردو على دوك الاشرطه، كندهنها كالاطراف ديال العجين بشويه ديال الماء. كناخذ الحشوه تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره مزيان على حجم على حسب الحجم ديال العجين ديالكم واش كبير ولا صغير، وكنجمع الاطراف وكنثبتها كمزيان باش ما كتخرج ليش الحشوه. من بعد غادي ناخذ الجراره وكنقطع داك الطرف ديال هذا الكوكياج باش كيجي الشكل ديالو زوين ومقاد. طريقه سهله وبسيطه كتحصلوا على فطائر للمنظر ديالهم كيكون اكثر من رائع. فدائما كنبغي نشارك معكم امور اللي جيت سهله وبسيطه في متناول الجميع، والنتيجه ان شاء الله كتكون اكثر من رائعه. فغادي نستمر هكا حتى تنسالي الكميه كامله بنفس الطريقه. بالنسبه للطياب ديالهم فراه كنشعل الفران في هذه الاثناء اللي كنكون انا كنشكل الفطيره ديالي، كنشعل الفران وكنطيبوه من التحت حتى تتحمر لينا، ومن بعد غادي نشعلو عليه من الفوق. فالعجين ديالي كما كتلاحظوا في البقع ديال الحشوه لانني حضرت من الاول وانا كنحضر، وكنطيح ليا شويه ديال الحشوه على سطح العمل، لهذا العجين خدا داك اللون ديال الحشوه. فمن بعد ما غادي نسالي التشكيل ديالهم غادي ناخذ البيض وغادي ندهن لهم الوجه ديالهم. راه الشكل ديالهم كيجي رائع بزاف. فمن بعد ما غادي ندهنهم بيضاء كامله، غادي يا اما نحتفظوا بهم غير هكا كيجيو رائعين بزاف، او يمكن لكم تزيدوا لهم الزنجلان او اي حبوب نتوما كتفضلوا من الفوق. كيف يمكن لكم تخليهم غير هكا كيجي المنظر ديالهم رائع رائع بزاف. انا غادي ندير لكم نص هكا، غادي نديرو بالزنجلان والحبة السوداء، والنصف الاخر غادي نخليه هكاك باش كتشوفوا الشكل ديالو كي كيجي بلا ما نديرو له هكا، كيجي المنظر ديالو رائع بزاف. فهنا من بعد ما خرجتو من الفران كيكون هذا هو الشكل ديالهم، تيكونوا اكثر من رائعين. كنتمنى انهم يعجبوكم. فراه هنا الاضاءه ما مبينهم لكمش مزيان، كنعتذر على الاضاءه اللي عندي ضعيفه. راه كيجيو رائعين رائعين بزاف وخفافين. فإلا عجبكم صديقتي الفيديو ديال اليوم فما تنساونيش من اللايك ديالكم، التعليق ديالكم الايجابيه اللي كنفرح بها بزاف، وكنتمنى انكم جربوهم. شكرا لكم.